تفضل أخي أبو سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. نبغى نسأل الشيخ الله يحفظك. ارفع صوتك، ارفع صوتك أبو سالم، يسمعك الشيخ، تفضل. هناك أحد طلبة العلم يقول: من دعا الله في سجوده ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة رزق الولد، ويقول هذا من باب التجربة، فما الحكم في هذا القول؟ الحكم أن هذا لا يجوز العمل به إلا بدليل، تحديد 40 أو 50 أو أقل أو أكثر يحتاج إلى دليل، لكن يدعو ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، وإن دعا بدعوة زكريا فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فذلك حسن. نعم.